شكرا سيد الرئيس، سيدات والسادة أعضاء أكاديمية المملكة المغربية، زملاء الأعزاء. يسعدني أن أتقدم بمداخلة حول موضوع التحديث الاقتصادي في المغرب، مدخلاته ومخرجاته. هو في الواقع كثير من الاقتصاديين، لما أقول أغلب الاقتصاديين، يرون أن السلوك إلى الحداثة والانخراط في ديناميتها المستمرة يتم من بوابة الاقتصاد وعبر قنواته وآلياته وقوانينه. وهذا الظن عند الاقتصاديين ينبني على جملة من الفرضيات، الفرضية الأولى تتعلق بالمتن المعرفي الذي يقوم عليه الاقتصاد السياسي منذ التأسيس، أي منذ ثروة كتاب ومصنف ثروة الأمم لآدم سميث في نهاية القرن الثامن عشر، على رأس المفاهيم المفتاحية التي عمل الاقتصاد الكلاسيكي والنيو كلاسيكي على تطويرها، يأتي مفهوم العقلانية التي تحدد السلوكات والأداءات على مستوى الفرد، أو ما يسمى الاقتصاديون الكائن الاقتصادي لومو إيكونوميكوس، أو على مستوى الجماعي أي الدولة. ففي كلتا الحالتين الميكرو اقتصادية والماكرو اقتصادية تظل المنفعة أو المصلحة هي الوازع والحافز، الشرط والغاية في آخر التحليل. المنفعة هي المحرك لسلوكات الكائن الاقتصادي والمحدد لحساباته، كما أنها هي القيمة المقيدة للدولة في خياراتها وفي ترتيب سياساتها العمومية، كما أنها هي المؤشر الدافع بها إلى العمل على تجويد الحكامة الاقتصادية وتحسين أساليب التدبير. لجلب المنفعة يتوسل الكائن الاقتصادي بمؤسسة السوق التي لا يستقيم التوازن العام سوى بلعبة العرض والطلب التي تؤسسه، لعبة تحركها يد خفية تصنه باستمرار من أسباب الانزلاق نحو اللا توازن وتقييم السقوط في الأزمة، كما أنه لجلب المصلحة العامة على المستوى الماكرو اقتصادي يظل دور الدولة محصورا حسب هذه النظرية في الوظائف الرجالية، تاركة مهمة ضبط العملية الاقتصادية برمتها للكائنات الميكرو اقتصادية من رواد أعمال ومستثمرين ومقاولات. فبجلب المنفعة الفردية يتم بالجمع جلب المصلحة الجماعية في آخر أطوار اللعبة. الفرضية الثانية ترتبط بتوظيف المعرفة الاقتصادية وبالثقافة الاقتصادية عموما في صياغة السياسات العمومية التحديثية التي أمست في ظل الاقتصاد الرأسمالي تخضع لشروط الحكومية الحداثة. وأنا أستعمل المفهوم الحكومية بدل مفهوم الحكامة، ومفهوم الحكومية حدده الفيلسوف الفرنسي المعاصر ميشيل فوكو بلا سمي لا غوفيرنمونتاليتي. هذه الحكومة الحديثة التي من سماتها العامة بالمقارنة مع الصيغة الرعوية لا غوفيرنمونتاليتي باستورال الحكومية التي توظف المعارف التقليدية الأخلاقية والدينية بالأساس. ولقد لعبت العولمة الليبرالية دورا حاسما في تطوير السياسة العمومية وتقنينها ونمذجتها،
وفي توسيع نطاقاتها نطاقها ومجالاتها وفي تحويلها إلى سياسة إحيائية البيوبوليتيك للضبط والمراقبة تشمل مناعي الحياة كافة الفردية والجماعية الخصوصية والعمومية النفسية والسلوكية الأخلاقية والمادية. سياسة إحيائية كان لعلم الحساب والإحصاء والديموغرافيا الدور الحاسم في تطويرها وتعزيز فعاليتها. فرضية الثالثة تحيل إلى تاريخانية الحداثة المرتبطة أشد الارتباط بالمسار الذي عرفته الرأسمالية منذ نشوئها حتى الآن، وبصفة خاصة بالثورة الصناعية التي تشكل البنية التحتية المادية والتقنية المؤسسة للحداثة الاقتصادية. يؤكد أدم سميث في الفصل الثاني من ثروة الأمم عبر مثال صنع الدبابيس لا فابريك دي زيبانغل على ما لتقسيم العمل الناجم عن المكننة من دور في الرفع من معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي. من هذا المنظور يمكن اعتبار كل من التصنيع والتقدم التقني وتدبير العمل من المؤشرات الدالة من حيث مستوياتها الكمية والنوعية على دينامية الحداثة الاقتصادية في المدة الطويلة. تاريخيا يتحول بتحول الرأسمالية مع نهاية القرن التاسع عشر من بنية ميركانتيلية إلى بنية صناعية، سوف يحدث ما يعرف بالتباعد الكبير La Grande Divergence بين البلدان المتقدمة أي المصنعة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبين البلدان المتخلفة أي غير المصنعة. الفرضية الرابعة ترمي إلى إعادة النظر في الموروث الكولونيالي وفي الدور الذي يعود إلى الاستعمار في سيرورة التحديث التي عرفتها البلدان النامية بعد عملية تفكيك الفكري التي قامت بها نظرية التبعية ونظرية النمو غير المتكافئ في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. التفكيك لنظرية المراحل الخمسة للنمو للاقتصاد الأمريكي غوستو تعود نظرية التباعد الكبير لكي تسقط من الحساب من جديد تلك الصدمة التاريخية العنيفة والمجلجلة التي أحدثها التوسع الاستعماري في القرن التاسع عشر في جميع المستعمرات بلا استثناء ولكي تلغي الآثار المدمرة الناجمة عن تقويض البنيات الإنتاجية التقليدية وعن استغلال ثروات الوطنية وتحويلها من المحيط نحو المركز. المراجعة التي دشنتها الدراسات ما بعد الكولونيالية بارتباط مع نقد للاستشراق لإدوار سعيد تشمل ليس فقط التركة الاقتصادية من حيث طبيعة البنيات التحتية ونوعية الأنشطة الإنتاجية والتجارية ومن حيث استغلال ثروات الفلاحية والمعدنية ومن حيث التقسيم القطاعي إلى حديث وتقليدي والتراب إلى نافع وغير نافع، بل تشمل أيضا تحديث الأنماط المؤسسية التي أقامها الاستعمار على أنقاض المعمار المؤسسي التقليدي. فرضية الخامسة والأخيرة تتعلق بالعلاقة التفاعلية بين المدخلات التي يمثلها كل من التصنيع والتقدم التقني وتدبير العمل والنمو من جهة وبين المخرجات التي يؤشر عليها التقدم الاجتماعي والتنمية البشرية والمستدامة والرفاه بالنسبة إلى الأفراد والمجتمعات من جهة ثانية. لا شك أن التحول الكبير ما يسمى بالتحول الكبير La Grande Transformation التي حدد معالمها الفكرية الاقتصادي كارل بولوني سنة 1944، هذا التحول الكبير الذي طال البلدان المصنعة في أعقاب الحرب العالمية الثانية
لا شك أنه لعب فيه التنظيم العلمي والعقلاني التايلوري للعمل دورا هاما مادي على المستوى المادي والتقني من حيث الارتقاء بالإنتاجية وتوسيع نطاق الإنتاج. إلا أن الدور الأهم يعود إلى تكثيف الإنتاج الصناعي بتكثيف الاستهلاك عبر تكثيف العمل الأجري باعتبار المنظومة النظرية الكينيزية المعتمدة على الطلب الحقيقي وعلى تدخل الدولة وتقنين العلاقة الأجرية والحماية الاجتماعية في صيغتها الإجرائية الفردية نسبة إلى فرد، أي الربط القائم على الربط بين تحسين مستوى الأجور وبين تطوير معدل الإنتاجية وعلى المكننة. هذه المخرجات ذات الطبيعة الاجتماعية المؤطرة مؤسسيا من طرف الدولة تلك الدولة الموسومة بدولة الرعاية والرفاه هي التي تؤشر في آخر التحليل على التحديث الاقتصادي الحقيقي والملموس من وجهة النظر المؤسساتية، وهي المخرجات ذاتها التي أدت سياقات العولمة النيوليبرالية إلى إضعافها وإلى تفكيكها تحت وطأة الأزمة المالية لسنة 2008. من هذه الفرضيات الخمس يمكن استخلاص ثلاثة أنماط على الأقل من التحديث الاقتصادي تخص التجربة المغربية منذ الاستقلال، أنماط تعاقبت وتداخلت فيما بينها. النمط الأول نمط بنيوي اجتماعي وإرادوي يقوم على تدخل الدولة الاجتماعية في توفير الخدمات العمومية والرعاية الاجتماعية وفي الحد من الاختلالات الاقتصادية ومن مضاعفاتها السلبية كالبطالة والفقر والفوارق الاجتماعية والترابية، باللجوء إلى الاستثمار الاجتماعي وإلى إعادة التوزيع بسن سياسة جبائية تصاعدية. ويشكل التقدم الاجتماعي الشرط الضروري للتحديث الاقتصادي، كما يمثل الرفاه الاجتماعي المؤشر الأساسي لقياس مستوياته ونسب تطوره. النمط الثاني نمط تقويمي بالإحالة إلى برنامج التقويم الهيكلي، نمط تقويمي أو هيكلي، وهو نمط توازني مالي تلقائي الأداء وتكنولوجي الدينامية يعتمد على ميكانيزمات السوق الذاتية في توفير الشروط الأمثل لتعظيم معدلات النمو وفي تكثير المحفزات على المبادرة الحرة وريادة الأعمال وعلى التنافس والابتكار، ويوظف لذلك الموارد التي يتيحها التقدم التكنولوجي كما يستفيد من المحصلة الناتجة عن سيرورة الهدم الخلاق لجوزيف شومبيتر La destruction créative. النموذج النمط الثالث للتحديث نمط مؤسساتي استراتيجي وتدبيري، يتغير التحديث عن طريق الضبط الاقتصادي أي عن طريق التأطير المؤسسي للسوق والتقنين التشريعي والإجرائي لأداءاته الماكرو اقتصادية والميكرو اقتصادية، وهو نمط تسعى فيه الدولة الاستراتيجية إلى توفير شروط الحكومية الجيدة وإلى خلق بيئة ملائمة لتجويد أداءات الفاعلين الاقتصاديين ولتحفيزهم على الانخراط في المخططات الاستراتيجية للدولة التي تستهدف الرفع التدريجي في المدة الطويلة وتحسين المؤشرات في مجالي التنمية البشرية أي الاستثمار في التمكين والارتقاء بالقدرات وفي التنمية المستدامة عن طريق الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والعمل على إنجاز التحول البيئي. تستوعب التجربة المغربية في ميدان التحديث الاقتصادي منذ الاستقلال إلى اليوم
هذه الأنماط ثلاثة دياكرونياً أو سنكرونياً بالامتزاج أو بالتعاقب بينها. عرف المغرب النمط البنيوي الاجتماعي والإرادي للتحديد في بداية الاستقلال، ونجد سمات هذا النمط التحديثي في المخطط الخماسي لسنة 1960-1964 قبل أن يجنح بالتدريج إلى النمط التقويمي الليبرالي مع بداية السبعينيات لكي يتحول إلى نمط تحديثي سائد مع تطبيق برنامج التقويم الهيكلي من سنة 1983 إلى سنة 1993، والرامي إلى استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية المالية بالخصوص بتحريك آلية السوق وتعزيزها عن طريق الخوصصة وتحرير الأسعار والتقليص من الميزانية الاجتماعية. وسيكون من مخرجات هذا النمط تراجع في المؤشرات الاجتماعية والبشرية كافة، من تربية وتكوين وصحة وسكن وتشغيل، كما سينتج عنه عجز متفاقم في الخدمات العمومية وفي الرعاية الاجتماعية خلال الثمانينيات والتسعينيات، كما شخص ذلك التقرير الخمسيني للتنمية البشرية. النمط التقويمي التوازن المالي سينحو بدوره نحو النمط الاجتماعي مع حكومة التناوب التوافق، ليتحول بعد ذلك مع بداية القرن 21 إلى نمط مؤسساتي استراتيجي وتدبيري، من مدخلاته تحديث مؤسسات الحكامة والتدبير وتفعيل آليات الانتقال الديمقراطي، ومن مخرجاته تحديث البنيات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية عن طريق الأوراش الكبرى والبرامج القطاعية المهيكلة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التأهيل الترابي والحضري، وأخيراً وليس آخراً الانتقال البيئي والانخراط في سيرورة التنمية المستديمة. لن أفصل في النمط الأول وفي النمط الثاني، وعلى كل حال في الورقة التي أتمنى أن تنشر سيجد المهتمون بالموضوع التفصيلات حول النمط التحديث البنيوي ونمط التحديث الهيكلي، وسوف أقتصر في تفصيل بعض الشيء في حتى لا أطيل ولا أثقل عليكم، سوف أقتصر على شيء من التفصيل في ما أسميه التحديث المؤسسي. شحال؟ جوج دقائق. يستخلص من النتائج المفارقة لسياسة التقويم الإيجابية في مستواها المالي والسلبية في جوانبها الاجتماعية أن عملية التحديث لا تستقيم ولا تكتمل بالمدخلات الماكرو اقتصادية وحدها التي تستهدف التوازنات المالية وتسعى إلى الرفع من أداء السوق على حساب التوازنات الاجتماعية. وكما سبق القول فإن التحديث عملية تطويرية تتطلب مدخلين متشابكين، البناء الاجتماعي لمؤسسة السوق، وذلك أن المبادلات ليست نتيجة أوتوماتيكية للعبة العرض والطلب من جهة، ثم ضبط العلاقات الاقتصادية واستيعابها ضمن البنية الاجتماعية، بل وإخضاع التفضيلات الاقتصادية الفردية والفئوية للمنفعة العامة من جهة ثانية. كما أن التحديث ليس يقاس فقط بالأداء الاقتصادي، بل يقاس أيضاً بمنسوب التقدم الاجتماعي الذي يقاس بدوره بمنسوب العدالة الاجتماعية والتمكين من القدرات البشرية وبمستوى الرفاه الاجتماعي
وبمدى توافر أسباب العيش الكريم. يرتبط التحديث الاقتصادي إذن بجريان الآثار الاجتماعية المترتبة عن سيرورة التصنيع بما فيها التصنيع الفلاحي وامتداداته الجانبية وغير المباشرة، وللاستثمار العمومي الدور الرئيسي خاصة في مجال البنيات التحتية والصناعات الثقيلة بحسب نموذج النمو غير المتوازي لهيرشمان. الخلاصة، هذه الخلاصة الأخيرة حول التداعيات السلبية لنمط التقويم الهيكلي، هذه الخلاصة الأخيرة التي توصل إليها كما قلت تقرير 50 سنة من التنمية البشرية، والذي يعتبر المرجعية الفكرية الموجهة لتصحيح المسار الاقتصادي والمضي به نحو نمط من التحديث أسمه بالتحديث المؤسسي، نمط يتوسل بالمدخلات المؤسسية والاستراتيجية والتدبيرية، أي بالتوظيف الأمثل للبنية المؤسسية لمال المؤسسات عامة ولجودة المعمار المؤسسي بخاصة، من دور في النهوض برأس المال غير المادي أو غير الملموس، ويختزل مخرجاته ويستوعبها كل من مفهوم التنمية البشرية والتنمية الشاملة والتنمية المستدامة. عرف المغرب منذ بداية ما سمي بالعهد الجديد، أي منذ بداية القرن الحالي، موجة مكثفة من الإصلاحات ذات الطبيعة المؤسسية طالت كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والحقوقية، وتوجت بالتصويت على دستور 2011. إصلاحات تسعى برمتها إلى خلق الشروط الكفيلة بتأطير وتوجيع عملية التحديث الشاملة. ومن المداخل الرئيسية التي مهدت للموجة المؤسسية والتشريعية الجديدة الإنصاف والمصالحة، المفهوم الجديد للسلطة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مدونة الأسرة، سياسة القرب، إصلاح العدالة، الحكامة التشاركية الجهوية المتقدمة إلى آخره. يسعى نمط التحديث المؤسسي إلى القطع مع تبعية الطريق المترتبة عن نمط التحديث التقويمي، وإلى وضع المنظومة الاقتصادية في مسار جديد يستهدف التنمية البشرية والشاملة والمستديمة. تعني التنمية البشرية كما حدد مفهومها النظرية مارتيا سين تلك السيرورة التي تكون فيها القدرات البشرية الغاية والوسيلة، الجوهر والشكل، الاسم والفعل في آن واحد، وتلك الاستراتيجية الهوليستيكية التي يتم في إطارها إنجاز التنمية بالإنسان وللإنسان. كما أقصد بالتنمية الشاملة ديفلوبمون انكلوزيف تلك التي تشمل فوائدها وعوائدها كل الفئات الاجتماعية وخاصة الفئات الفقيرة، كما تشمل جميع المجالات الترابية وخاصة المجالات المهمشة. أما التنمية المستدامة فتتطلب الأخذ بعين الاعتبار الأثر البيئي واستيعاب الدينامية الجديدة للاقتصاد الأخضر والاستثمار في الطاقات المتجددة والبديلة. ومن النافل القول إن التنمية بمضامينها الثلاثة البشرية والشاملة والمستديمة لا تكتمل حلقاتها سوى بتوافر الشروط والمؤشرات التالية: أولاً، قدرة الاقتصاد الوطني على إشباع الحاجيات الأساسية والضرورية من تعليم وتكوين وصحة وتشغيل وسكن وحماية اجتماعية، وعلى التعبئة الذاتية للادخار الوطني وتفعيل الأثر المضاعف للاستثمار وضخ التمويلات في شرايين الاقتصاد. ثانياً، مستوى الاندماجية البينية للقطاعات بين الفلاحة والصناعة والخدمات من جهة، وبين شبكات القيمة لكل قطاع من جهة ثانية. ثالثاً، أداء البنية الصناعية الذي يتجلى في القيمة المضافة المتدنية للإنتاج الصناعي بمجموع سلاكاته وسلاسله، وفي نسبة الناتج الصناعي في الناتج الداخلي الخام التي تظل حتى الآن نسبة متدنية لا تتخطى عتبة 30%، وهي الحد الأدنى للإقلاع الاقتصادي. رابعاً وأخيراً، حجم السوق الوطني
ورقم المعاملات الداخلية الذي يرتبط بالقوة الشرائية التي ترتبط بدورها بمنظومة توزيع الدخل والثروة. ويشمل نموذج التحديث المؤسسي الذي نرى أن المغرب ماض في بلورة وتفعيله جملة من الأوراش الكبرى والأوراش والرؤيات الاستراتيجية والخطط القطاعية، ويعتمد آليات إجرائية تجمع بين المقاربة التنازلية والمقاربة التصاعدية. لا جدال، سأختم بهذا، لا جدال في أن للدولة دورا مركزيا في بلورة الخيارات الاستراتيجية وفي هندسة السياسة التنموية. هناك مؤشرات دالة على هذا التحول في دور الدولة وعلى انتقالها من الدولة المحفزة إلى الدولة المنمية، بالإحالة على النظرية الاقتصادية المعاصرة وعلى النظرية المؤسساتية للتنمية على وجه الدقة. فإن المخططات الكبرى والبرامج المهيكلة لكي تصب في سيرورة التنمية المستقلة الشاملة والمستدامة ينبغي لها توافر جملة من الشروط. الأول، أن تندرج البرامج القطاعية في استراتيجية التقائية ومندمجة تعزز الآثار المضاعفة للاستثمار وتكثر الآثار المسارعة للمبادلات البين قطاعية، وترتقي ببنية الإنتاج والتصدير إلى مستويات أعلى وأعقد من التنويع والتطوير. الثاني يتعلق بضرورة مواكبة استراتيجية التنمية بإرساء منظومة وطنية للابتكار وبمؤسسة بنية التنمية التطوير، وذلك بمد الجسور بين الجامعة والبحث العلمي من جهة وبين المقاولة والبنية الإنتاجية من جهة أخرى. الشرط الثالث، أن يؤخذ بعين الاعتبار الاستثمار في القدرات لأنه الطريق الملكي نحو التنمية الشاملة، ولكون الرأسمال البشري هو أم الرساميل. وأخيراً وليس آخراً، هناك شرط الثقة ليس فقط في مصداقية استراتيجية التنمية وفي نجاعة آليات أدائها، بل أيضاً في مدى إشراك المجتمع بكافة فئاته في تنزيل البرامج على أرض الواقع وفي مدى استيعابها للفئات الفقيرة والهشة وللمناطق المهمشة والمهزومة. التنمية الشاملة والتشاركية عملية بنائية للتماسك الاجتماعي، والتماسك الاجتماعي هو العمود الفقري للتنمية المستقلة والمستدامة وللتحديث الاقتصادي. وشكراً.